اليوم البرلماني هذا قمنا به مع أعضاء من المجلس الشعبي الوطني. الهدف منه هو أولا إعطاء يعني لمحة للسادة النواب لأنهم صانعي قرار بالإمكانيات التي ممكن أن البورصة تقدمها للتنمية المحلية وكذلك التنمية الوطنية. نحن نعلم أن الاقتصاد الوطني ممول أساسا من البنوك، ولاحظنا في السنوات الماضية أن سيولة البنوك قد تأثرت بفعل يعني انخفاض أسعار البترول، وبالتالي أصبح من الضروري إيجاد نظام تمويلي جديد يعتمد على البنوك أساسا وكذلك على بعض الموارد والفاعلين في تمويل الاقتصاد، وبينها البورصة وبينهم كذلك صناديق الاستثمار. وبالتالي نريد من هذا اليوم الدراسي أن السادة النواب كذلك تكون عندهم هذه اللمحة عن البورصة، الدراية بكيفية تسيير البورصة، وربما يعني إعطاء بعض التوصيات اللي ممكن أنها تطبق في المستقبل بإثراء القوانين والمسيرة للبورصة وسوق الأوراق المالية بصفة عامة.